للحديث عن تداعيات اغتيال ضابط بالحرس الثوري وسط طهران والصراع بين تل أبيب وطهران، معنا من ستوكهولم الكاتب والصحفي المختص بالشأن الإيراني السيد طاهر الأحوازي. سيد طاهر، بداية مرحبا بك. بلا شك أنها عملية الاغتيال الأخيرة لها تداعيات على السلطات الإيرانية، كيف تقرأ توقيت عملية الاغتيال؟ بعد السلام عليكم ومشاهديكم الكرام. بالنسبة للحدث، وهو يعني يثبت ضعف الأمني للسلطة الإيرانية، وهذا له تداعيات كثيرة حقيقة. أولا بالنسبة للشعوب في داخل جغرافية ما تسمى إيران، الذي تصرف أموالها بالمليارات كما تدعي سلطة طهران من أجل إبعاد الحروب ومثل هذه الحوادث من داخل جغرافية ما تسمى إيران. هذا ما اليوم حقيقة وضع السلطة حقيقة الذي تقود الإرهاب في المنطقة بحرج كبير، خاصة ليس الحدث الأول، وهناك كثير من القيادات للحرس الإرهابي قتلوا، وحتى من ضمنهم كبير الإرهابيين قاسم سليماني الذي أيضا اغتيل واعتبرت وصارت يعني ما حصل. فبالنسبة لهذا الأمر، طبعا إيران وكعادتها ليس لديها خيار آخر إلا توسيع الإرهاب والقتل أولا تحت هذه الحجج في داخل جغرافية ما تسمى إيران، وأيضا في عالمنا العربي. إيران وبالتجربة ثبتت أنها لم تخوض حروبا عسكرية مع أي جهة. هل هذه مؤشرات أستاذ طاهر؟ هل هذه مؤشرات تدل على أن النظام الإيراني أو السلطات الإيرانية ضعيفة جدا لدرجة أن عمليات الاغتيال تتكرر بين حين وآخر، وأنها لا تقوم بأي فعل أو رد فعل لإيقافها؟ أكيد. وعندما نتحدث عن الضعف والضغوط الداخلية، هذا ما نصب إليه، أن السلطة والقوة الأمنية الآن يعني أضعف مما كانت عليه سابقا. يعني كما تدعي أنه وكما معروف وما كشفت عن هوية هذا الإرهابي حقيقة، هو ليس بالمستوى يعني ضابط أو عسكري يعني من مستويات عسكرية نازلة، بل هو عقيد وله مكانته بين الجيش والحرس وأمن الدولة الإيرانية، فقتل بوضوح النهار. وهذا ما يدل دليل هذا من باب الأمني، أنه النظام الإيراني كل ما يدعيه حول قدرته وحول كذا. طيب، هذا أصبح لا يخفى أيضا نقطة مهمة، وهو اغتيال قاسم سليماني، اغتيال العالم النووي. عملية اغتيالات مستمرة دلالة على ضعف السلطات الإيرانية. طيب، هنا إيران لها نفوذ في لبنان كما تعلمون، ولها نفوذ في سوريا. ما الذي يمنع تل أبيب من تسديد ضربة قوية قاسمة للنظام الإيراني؟ بالنسبة لتل أبيب، يعني حسب ما نشاهده، طبعا نحن ما نسمعه وتصل لدينا الفيديوهات والمستندات، يعني ليس بقليل يعني الضربات التي تضرب بها المعسكرات والمخازن السلاح وغيرها. ولكن في العجيب والنظام الإيراني منذ 43 عام يرفع شعار أنه سينهي الكيان الإسرائيلي من الوجود ويتحرر القدس، ولكن إذن هذا يعني أن هناك صراع نفوذ وهناك تخادم إسرائيلي إيراني في المنطقة تحت غطاء شعارات الممانعة وغطاء شعارات أخرى تنطلق من النظام الإيراني وكذلك من إسرائيل، الكيان الصهيوني الذي بين فترة وأخرى يخرج بتصريح في غلافه أنه ينوي تسديد ضربة لإيران. هل هذا يعني أن هناك يعني تخادم ومستمر هذا التخادم بين الكيان الصهيوني وإيران؟
بالطبع هناك كثير من الدلالات يعني حول هذا الامر، ولكن لابد ان اتفق استاذي الكريم بالنسبه لموضوع مهم جدا. يعني ما يحصل اليوم هي الضربات تضرب على هامه وراس النظام واضعافه وقتل قياداته. المهم في هذا انه لم نرى عكس العمل من دوله الاحتلال والتوسع الايرانيه اتجاه الكيان الاسرائيلي. المهم ان النظام الإيراني هو دائما يحاول أن يفتعل الأزمات ويرد بهذه. إذن هو صراع نفوذ وليس صراع وجودي بين إسرائيل وإيران. أكيد يعني هذا شيء أثبت لحد الآن، يعني لم نرى عكس هذا. وإحنا نشوف الآن التهديدات على حدود الأردن وما خرج به الملك الأردني، و يعني تحدث عن تداعيات الخطر والتحرك الإيراني على حدود الأردن، وهذا ما نحن دائما نشاهده من النظام الإيراني. يعني حقيقة أنه النظام الإيراني دائما يحاول أن يبعد إسرائيل وغير إسرائيل إلا بالشعارات هو يوجه التهديدات، وكأنما اليوم الحرب قائمة بينه وبين إسرائيل، ولا يشاهد أنه قتل ملايين العراقيين وملايين السوريين وملايين اللبنانيين، ولكن لم يطلق مباشرة طيب. اتجاه إسرائيل. أستاذ طاهر، هذا الصراع أو هذا الصراع على النفوذ بين إسرائيل وإيران، ما تداعياته وآثاره على المنطقة في الشرق الأوسط، في العراق، في سوريا، في لبنان، وكما تعلم أن هناك نفوذ إيراني في 4 عواصم أو 4 دول؟ بالطبع للتصريح 5 دول، يعني لا ننسى الأحواز، هي دولة واحتلتها إيران بالطبع طبعا. نعم. لكن للأخبار مع الأسف وأقولها يعني، ونحن يعني أنا جبيني حقيقة يعني أخذ يعني 4 عواصم، من عاصمة الرشيد وصولا إلى عاصمة الأمويين، يعني اليوم تحت الاحتلال الفارسي. وهذا الأمر حقيقة هذا يعني يدل دلالة واضحة أن إيران مستمرة بتوسعها، مستمرة في زعزعة الأمن في المنطقة وفي منطقة الخليج خاصة، وأيضا في المغرب العربي. فمن هذا الجانب النظام الإيراني لم يتوقف بمشروعه التوسعي وزعزعته للأمن، هذا ما يتطلب منا. طيب. أستاذ طاهر، انطلاقا نعم. من مدينة الأحواز التي تريد التحرر من النظام الإيراني، إلى أي مدى ترى أن هناك بات من الضرورة أن يكون هناك مشروع عربي من أجل التحرر، وخصوصا ينطلق من الأحواز وثم العراق فسوريا فلبنان؟ بالطبع هذا من المؤكد. أنا بس اسمح لي للتصحيح أنه الأحواز هي دولة اسمها الأحواز، مساحتها 430,000 كيلومتر وفيها 27 محافظة. هذا طبعا اليوم أصبح من الضروري، ونحن كأحوازيين وقوة تحرر عربية إن كان في العراق الشقيق وسوريا ولبنان وحتى اليمن وغيرها، الآن نتحرك وأكثر من عام وعامين لبناء تجمع تحت تسمية مواجهة المشروع الفارسي، ولكن نحن كشعوب قمنا بهذا التحرك إلى الأمام، وهناك كثير من يعني التحالفات موجودة، ولكن المطلوب اليوم الدول العربية التي حقيقة هي مهددة، وأصبح كل الوطن العربي ابتداء من موريتانيا وصولا لآخر دولة في الخليج العربي هي مهددة من المشروع الإيراني. فمن قناتكم الموقرة الشعوب موحدة جهودها، هذا أقوله وثبت باليقين. تشرين عام 2019 عندما انتفض الشعب العراقي، في نفس الأيام انتفض الأحواز وانتفض لبنان، وهذا يدل دلالة واضحة أن الشعوب العربية موحدة اتجاه مواجهة المشروع الإيراني. فعلى الدول العربية إن كانت الجامعة العربية كمؤسسة تضم هذه الدول أو دول انفرادة أن تسمع هذه القوى الشعبية العربية
لإقامة كيان لمواجهة هذه السلطة المارغة، سلطة طهران الإرهابية. من ستوكهولم الكاتب والصحفي المختص بالشأن الإيراني الأستاذ طاهر الأحوازي، شكرا جزيلا لك.